متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة ستوك سيتي وإيفرتون التي تقام بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت 17 مارس 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة اليوم على ملعب استاد بريطانيا بمدينة ستوك بإنجلترا. ويدخل فريق ستوك سيتي هذه الجولة وهو يحتل المركز 19 برصيد 27 نقطة، كما يحتل فريق إيفرتون المركز 9 برصيد 37 نقطة. وتقام مباراة ستوك سيتي وإيفرتون السبت 17 مارس 2018 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والسابعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثالثة بتوقيت جرينتش. وتذاع المباراة حصريا على قناة بين سبورت HD2. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.